بسم الله ما شاء الله. إذا طارق تعمل لفت المخلل نشتم سوا، غسلناه بالماء جيدا وقطعناه وحطينا عليه ملح، وانا بعد كده نحطه في تاني يوم ونأكله، نحطه على مية ونأكله تاني يوم. الله 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 بسم الله ما شاء الله. عايزة ايش؟ عايزة لفت المخلل. والله الله 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 عملنا فيه ايه؟ بنشتريه من السوق وغسلناه جيدا بالماء وقطعناه حطيناه هذا، حطينا عليه ملح ونحط عليه ملح. بسم الله ما شاء الله. عزيز نفتهم ونخلي لهم نشتري من السوق وغسلناه جيدا بالماء وقطعناه، بعدين قطعته وحطيت عليه ملح، وثاني يوم نحط عليه مي وتاكل عادي. الله الله ما تكبر. بسم الله ما شاء الله. هذا ايه؟ لفت المخلل ما اشتريته من السوق وجيته وغسلته وقطعته وحطيت عليه ملح، ونسيبه لتاني يوم نحط عليه مي. الله الله ما شاء الله يتاكل على طول. الله الله بسم الله ما شاء الله. هذا ايش؟ الله 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 ما شاء الله. هذا لفت المخلل. الله 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا